مرحبا. أبراج بتظهر على شكل قبة ضمن سلسلة تسمى بونغل بونغل، موجودة بأستراليا كخلايا النحل العملاقة، وهي هشة لهيك ما بيقدر الشخص تسلقها، ممنوع تماما. ويعتبر هالمكان موطن السكان بالبلدة القديمة من حوالي 20,000 سنة. مثلا شو كيف عم يكون طقس؟ عم تبقى في فرصة مهيئة لهطول زخاتر عادية متفرقة خاصة بالمناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، بينما عم تستقر الأجواء بشكل بدءا من منتصف الأسبوع، وعم تميل درجات الحرارة ارتفاع لتصير حول معدلاتها، وجو غائم جزئيا. أما ليلا عم يكون جو مائل للبرودة وبارد بالمرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة صباحا، واحتمال تشكل الضباب بالمنطقة الوسطى والقلمون وغوطة دمشق. الرياح شمالية شرقية بإذن الخفيفة والمعتدلة عم توصل سرعة 20 كم/ساعة. أما الرطوبة عم تراوح بين 55 و90%، والبحر خفيف ارتفاع الموج ودرجة حرارة المي 27 درجة. من تالي طقس العاصمة دمشق عم تكون الأجواء فيها ماطرة وعم تسجل عليا 25 درجة. رح ننتقل على المحافظات السورية، ورح نبدأ من المنطقة الجنوبية. سويد عم يكون طقس فيها ماطر وعم تسجل عليا 24 درجة. أما بدرعا عم تراوح بين 13 و26 درجة، وبالقنيطرة عم يكون كمان طقس ماطر وعم تسجل عليا 23 درجة. بالمنطقة الوسطى بحمص عم يكون طقس كمان ماطر وعم تسجل عليا 24 درجة. بحما عم تراوح بين 15 و26 درجة. رح ننتقل على المنطقة الساحلية، على طرطوس عم يكون طقس ماطر، باللاذقية عم تراوح بين 20 و25 درجة، وبلواء اسكندرون عم تسجل عليا 25 درجة، وعم يكون طقس غائم جزئيا. بالمنطقة الشمالية بإدلب كمان عم يكون طقس غائم جزئيا، وبحلب عم تراوح بين 16 و25 درجة. أخيرا رح ننتقل على المنطقة الشرقية، بالرقة عم يكون طقس سديمي وعم تسجل عليا 25 درجة. بالحسكة عم تتراوح بين 18 و27 درجة، وعم يكون طقس صحو. بدير الزور عم تتراوح بين 20 و29 درجة، وعم يكون طقس سديمي. أخبار الطقس اليوم خلصت، تلاقوني بكرة بخير.